مشاركه في ذا فويس كيدز كانت واحد المشاركه اللي زوينه بزاف، تعلمنا بزاف ديال الحوايج، تعلمنا كيفاش نوقفوا فوق المسرح، تعلمنا تدريب الصوت مع الاستاذ محمد ابو الخير اللي كان وجه ليه التحيه من هذا المنبر. وكنشكر برنامج ذا فويس كيدز على هذه التجربه هذه. انا دابا في مرحله المواجهه، عطاوني الاغنيه ديالي باش رجعت العيون باش نوجد الاغنيه ديال المواجهه، وان شاء الله ندوز لهذه المرحله المواجهه ونشرف مدينتي العيون والمغرب بصفه نهائيه. كنشكر الناس ديال العيون اللي استقبلونا في المطار ديال العيون، وهذه بدايه لينا.